من جديد يستعد أبناء اليمن لاستقبال شهر رمضان في بلدهم الذي مزقته الحرب. وفي صنعاء بادر عدد من المتطوعين لجمع القمامة وتنظيف الشوارع احتفاء بالشهر الكريم. معروف أن شهر رمضان شهر الخير والنظافة، وبالتالي نحن خرجنا لنستعد لهذا الشهر، نستعد له من كل الجوانب. أولا نعزز قيم النظافة في أحيائنا وشوارعنا وبيوتنا ومنازلنا. وفي هذا العام شهدت الأسواق في صنعاء تراجعا في إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية كما كانت العادة، وذلك بسبب تردي الوضع الاقتصادي. والله هذه السنة الإقباء غير كل سنة، يعني الموسم الأول كان الازدحام أكثر، فهذا السنة فالازدحام يعني حاجة بسيطة، يعني خفيف قل بالنسبة عن السنة الأولى، لأنه بسبب الأزمات، بسبب يعني صرف الرواتب، عدم صرف الرواتب. ومثل كثير من بلدان العالم الإسلامي يأتي شهر رمضان في اليمن وسط معاناة بالغة جراء تفشي فيروس كورونا، علاوة على أزمة اقتصادية وحرب لا تبدو لها نهاية قريبة.